بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أبنائي التلاميذ، قد أشرعوا معكم جميعا في بداية سلسلة تعلم حروف الهجائية، وجئتكم اليوم بالدرس الأول وهو حرف الباء. وقبل أن نبدأ، فعليك عزيزي التلميذ أن تركز جيدا. بسم الله، فلنبدأ على بركة الله. بو بو با با بي بي بو با. أعد معي عزيزي التلميذ. با. أعد معي. با. بي. 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 بو. بو. بو بو بي بي با با بو بو بي بي با با B Bo Ba Ba B Bo بو با بي